كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. الدوار الجمار اخويا، الدوار اخويا، الدوار الجمار، الدوار الجمار. انا فين تردمت لي الدار ومشاو لي جوج بنات هنا اخويا. اربعه باش تردموا تما، بقينا جوج ميتين، وحده عندها 14 عام وحده عندها 15، وحده صغيره ومهم راه عتقناهم، باقي في بيت الخطر دابا. وتردموا لي اخويا البهيمنه، مشى الدار مشات كامله، كل شيء مشى اخويا. حنا صحنا دابا على برا هنا، حتى واحد ما وصلنا هنا اخويا. الشيخ ها هو قدامنا، والله ما طلع علينا اخويا، والله ما طلع علينا الشيخ المقدم. حتى واحد ما عندنا جاو، لا جاو مع جاو الناس اختي، الناس هما اللي جاو، هما اللي عتقوهم. ما جات السلطه لا والو، حتى واحد اختي ما شفنا، حتى واحد الى الان، حتى واحد اخويا ما شفنا. بالنسبه للضحايا اللي كانوا عندك، نعم، اللي توفوا تفنتيهم؟ اه تفناهم اخويا، عينتهم على راسكم. اه تفناهم؟ لا لا، جندام جا خويا، جاو عندنا عاد، هما اللي عطاونا الاذن عاد تفناهم. انتم الساكنه دابا هنايا منيش كتعانيو؟ واش وصلتكم شي مساعدات؟ وصلتكم شي حاجه اخويا؟ باقي ما هاد الساعه باقي ما شفنا والو، هاد الساعه باقي ما شفنا والو، باقي ما سول علينا حتى واحد اخويا، حتى حاجه ما وصلتنا اخويا. احنا راه تبعدوا دابا في الخلا، ما كاين لا خيمه لا حتى حاجه، كلشي تيبات في الخلا. السلام عليكم، حنا من الدوار بردون، دوار بردون الجمار، جماعه مزوده، عامله شي جوا قيادات من الجاد. حنا سيدي المطلبات ديالنا الاولانيه هي السكنه، عباد الله. هنا كاينه المكلح، كاينه القافله جاو عندنا هنا، كاين كلشي هنا الحمد لله. ويني السكنه، السكنه هي اساس حاجه كاينه دابا، الناس كتنعس منها السماء، وكاين تا باش تغطي، تا باش تغطي ما كاينش. الماكله، الماكله كاينه الحمد لله، من ناحيه الماكله كاينه، ويني الاولويه اللي كنطلبوا هي السكنه. باش شي خيمه ولا شي ميكا ولا باش فين تيباتوا الناس؟ الناس كتسكنها، الناس كتسكن دابا منها السماء، كتظل في الشمس، كتظل في الشمس بالنهار في الحراره وسميتو، وبالليل كتظل في البرد. راك عارف شي باش شي برد كاين البارح، انا جيت من الدار البيضاء، انا اليوم نعس هنا، كاين البرد، نعس في البيت وكاين البرد، اما بالك على برا. لا اله الا الله، هادشي اللي كنطلبوا، المطلبات ديالنا هما هما الاولين، هما السكنة، هي شي ميكا ولا شي باط، وهادشي ديال الحمد، هادشي ديال الله الحمد لله. حنا ما كان الحمد لله، الله حنا ما كناش دوش شي وعاش الملك. الله يجزيكم بخير، جيتوا بعدا ترحبتوا بنا، ما جا ما جا ما جا ما طلعوا علينا حتى شي واحد. واش كتشوفوا هاد الناس، هاد الراجل هذا راه ماتوا ليه جوج بنات وتفنوا هنا، والاخرين جبدوهم ومشاو ليه البهايم وضحاو كل شيء، وباقيين الفلوس ديالهم والحوايج ديالهم ما عندهم ما ياكلوا. الله يجزيكم بخير. وهاد المنطقه، هاد الدوار سميتو الجمار، ومنطقه كلها سميتها اندورار. الله يجزيكم بخير، وراه كاع الدوار اللي هنا راه كاع كل شيء تريبو. الله يجزيكم، باس ما كاين والو. واحد اللي جاب واحد المساعده البارح جابها حتى لتحت وضربوا وردوها، قالوا يديوها لامزميج ولا ما عارفين داوها. اش نقول لك اخويا، بزاف بزاف، خاص الناس يجيو يشوفوا بعينيهم، حتى التلفازه او التواصل الاجتماعي ولا حتى حاجه ما كتبين الواقع. اللي بغى يشوف هاد الناس فاش عايشين يجي ويشوف ويشم هاد الريحه ديال الناس ميته، ويشوف هاد الناس فين عايشين وفين. لا اله الا الله، هاد الشيء يمكن راه غيبقاو فيه طول عمرهم الا ما تحركاتش السلطات. راه الناس باقا بحال يعني جا الزنزال، الناس مهلوكه، الحيوط رايبه، وراه ما كاين حتى شي حركه. يعني راه هادو كيبان لي غتبدا الشتا والبرد والرعد، راه غيبقاو بحال هكا مادام هاد المده كامله دازت وما كاين حتى تم مبادرة. راه ما يمكنش، راه الناس ما بغاوش غير الزيت والسكر واتاي والحوايج، بغاو فين يتستروا، غيقضوا باش ما كان. حتى الناس اللي كيديروا المعاملات الله يجازيكم بخير، شريوا القياطن، شريوا المانط، شريوا باش يتستروا هاد الناس بيد ما يحل سيدي ربي. ولا الناس اللي عندها الامكانيات تجي تبني، تبني قصر في الجنة. راه هاد الناس راه لا اله، بعدا هادو اللي بقاو اقسم بالله لا كيموتوا نفسيا. الحمد لله لقيت اقبال في 24 ساعة، قدرت نوفر 4 ديال الرموكات. ماشي سهلة، ماشي سهلة، من مانط، ايزور، زرابي، حصاير، حوايج،
مواد تغذية، سكر، أتاي، الزيت، الحليب، الماء، الدواء، لعب الأطفال، أي حاجة، أي حاجة غتحتاجوها الأسر حاولت نوفرها ووصلتها بمشاق، وأنا فرحانة الحمد لله مع ليكيب ديالي الحمد لله. ولكن لقيت هاد الناس بحال ما درت والو ملي ما جبتش ليهم فين يسكنوا، بحال ما درت والو، لأن أنا عطيتو هذاك الشيء فين غيحطو، فين غيحطو؟ ما لقيت ما نقول، والله لسان عجز، والله فشلت، والله كنت فرحانة جاية زعما ندير هاد المبادرة، ولكن كلي كنترعد، والله والله عافاكم الناس، عافاكم باللغة بالدارجة، عافاكم، رحموا هاد الناس، الله يجازيكم بخير، هادشي كله عند الله، الله يجازيكم بخير، ديروا أكثر من جهدكم، حاولوا اللي عنده الإمكانيات واللي ما عندوش، حي جمع ثمن بنية، حي الآخر، مهم كل واحد يدير، والحمد لله كاين الناس اللي كيساعدونا وكيوصلوا معانا، وكاين شباب متطوعين. عاونونا الله يرحم بها الوالدين، عاونوا هاد الناس راه كيموتوا عرق بعرق، حسبوهم الا بقاو هكا حسبوهم راه تاهو ما ميتين. تيبقى واحد نزيد واحد الاضافه على هذه السي، اصلا الناس ديال هنا، الناس ديال هنا ما يعني كتلقى بنادم واقف، يعني ما عنده اصلا، هو هما ما عندهم والو، عايشين كيتسناو اولادهم يصيفطوا من يصيفطوا من من المدينه بحال مراكش بحال الناس كيعيشوا، ما كاين والو، ما بقى والو هنا من ناحيه ديك السيبه، قليل اللي عنده باقا، ديك السيبه قليل اللي باقا عنده، السيبه باقا عنده، باقا عند الناس اللي صابرين وشادين، ما بقى ديك السيبه راه قليله، ما بقاش اللي بقى عنده ديك السيبه. كاينين الدوار، كاين الدوار هذا وكاين الدوار اللي من فوق، حنا ماشي حنا اللي مضرورين، كاينين دوار اخرين ان شاء الله غنوصلوا ليهم. ومن ناحيه هذا الشيء هذا راه الناس راه مضرورين هنا، اصلا الناس هنا راه ما عندهم والو، كاين دابا والله العظيم الا كاينين الناس هنا مريب عليه الدار ما تلقى عنده 400 ريال في الجيب، 400 ريال باش غيبني. ها راكم ماشي هاد المحسنين هادو اللي كيصيفطوا للمو، انا راه ولد البلاد، انا جيت من الدار ما شفت والو، واني فاش وصلت هنا فرحت، حيت علاش؟ كتلقى الناس باقي التضامن، الحمد لله. واني شكون الحاجه الوحيده اللي بقات فينا حنا هي الناس اللي كتنعس على برا، الناس والله العظيم الناس اللي كتنعس على برا، لا اله الا الله محمد رسول الله.